بافلو برجر كار السنه دي يعمل برجر بالطحينه وكوره تشيز كيك مع صوصات غريبه، فيلا بينا نشوف الحوار ده. بافلو برجر كار رمضان السنه دي يكون معاك من الفطار للسحور، وكالعاده عامل اختراعات غريبه زي كوره تشيز كيك برجر بالطحينه. فدخلنا عشان نجرب العروض وقلنا نبتدي من اول الفطار، وعرض الفطار اسمه بيج دبل، وبيكون عباره عن سندوتشين، كل سندوتش 200 جرام مع فرايز وسوفت درينك، والعرض ب 299 جنيه. وتقدر تختار السندوتشات ما بين تشاربلويد واولد سكول وجرانجي وتشيكن باستا، والاسعار بتكون شامله الضريبه. ومعروف في بافلو برجر انك بتعمل السندوتش بنفسك وعلى مزاجك انت، ده غير انك لو اكلت في المطعم هتستمتع بالصوصات اللي موجوده على كل ترابيزه. وبافلو برجر معانا في المقاطعه وبيقدم لك بيك كولا، وقعدت تاكل من الصبح لبالليل. ودخلنا على منيو السحور، عاملين عرض قعده سحور بيبتدي من 99 جنيه، وده عباره عن ساندوتش برجر دبل جبنه وكاتشب ومايونيز. انت اصلا قلتش حاجه صح، وعباره عن ساندوتش برجر دبل كاتشب ومستردة او ساندوتش برجر بالطحينه ب 99 جنيه، ولو اخدت سندوتشين هيكون سعرهم 175 جنيه، والساندوتش بيكون معاه فرايز ودرينك. وبعد ما خلصوا دخلت على البرجر بالطحينه، ده بقى اللي مثير للاهتمام اكتر. هو انا كنت مستغربه وفي نفس الوقت مش قادر ابطل اكل منه، وما حسيتش بنفسي غير وانا مخلصه. محل بقى. وبالنسبه للوقت ما بين الفطار والسحور عاملين حلويات، بين قوسين اختراعات. واول اختراع معانا تشيز كيك ديبس اند بايتس، وده بيكون عباره عن كور تشيز كيك مع صوص البلو بيري والبيستاشيو وبسكوت لوتس متفتت. حلوة قوي، لو جربناها بصوص بقى. وتقدر تشتغل حلواني لنفسك. بيستاش بقى. يا لهوي حلواني. حلواني في المنزل. لا مش في البيت. حلوة قوي. وتقدر ويبان انهم صغيرين بس تقال قوي. انا ما قدرتش اكل اكتر من 3 مع اني كنت على لحم بطني، وتقدر تلغص في اي صوص براحتك، وكان سعرها 250 جنيه. ودخلنا على حاجه خفيفه شويه، وعاملين اختراع شرقي اسمه جلاش وبوستاج، تبقى عباره عن تشيز كيك معاها الجلاش والبوستاج، وكان ميكس حلو قوي وسعرها 75 جنيه. ولو انتوا شله ممكن تجيبوا كوكي تارت، بتبقى حاجه كده مليانه شوكولاته، وكان سعرها 350 جنيه. واللي عجبني انهم حاطينها في علبه ينفع تتحط في الميكرويف عشان تاخدها معاك وانت بروح تسخنها في الميكرويف. حبيبي يا فنان، يلا يا باشا بينا.